لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن من جملة خصائص شخصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الصفة التي لا ينازعه فيها أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وهم يعترفون له بتقدمه العلمي عليهم جميعا، بحيث أنهم كانوا يرجعون إليه في المعضلات: كيف لا يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الصفة وبهذه المقدرة العلمية وهو باب مدينة علم النبي؟ خلاص بعد كون هنا ويقف الإنسان متأدبا بحيث لا يمكنه أن يناقش في هذه القضية أو أن يجادل فيها من هو الأعلم. شنو من هو الأعلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي باب. وبهذا النبي صلى الله عليه وآله يحدد الطريق الذي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يسلكه من أجل معرفة التكليف الشرعي والذي تبرأ به ذمته. طريق منيا هذا؟ كيف يعني أنا أبتدع الطريق، أختار الطريق، أقول هذا دون ذاك بحسب فكري بحسب فهمي بحسب ما أحب هالشكي؟ يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأحكامه وكذلك تعبدنا بالطريق الموصل لهذه الأحكام، الدرب منه هو. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم، أنا الذي أحمل التكاليف الشرعية لهؤلاء الناس. وبالتالي من بعدي من ورائي يأتي الدور لعلي عليه السلام، فهو الطريق الذي يوصل الإنسان المكلف إلى معرفة التكليف. أرجوكم انتبهوا لهذه المسألة، لأن جاي نسمع اليوم فرد أصوات نشاس تقول أنه إحنا لولا الصحابة لما كان عندنا دين ومنهم أخذنا الدين. هذا حكي موجود، لا تقولون ما موجود، بينما نحن نقول نحرر عقيدتنا، نبين عقيدتنا في خصوص هذه المسألة. نحن نتعبد بالطريق الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ووضعه الله في كتابه الكريم.
حينما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر منكم هم المعصومون عليهم السلام، كبارهم يعترفون بهذا، لكن يختلفون في المصداق، يتمحلون في تحديد المصداق. من ذول المعصومين؟ لذلك نراهم يدعون العصمة للناس للأمة، لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على خطأ. فبعض الناس يحاول أن يوهم أتباع مدرسة أهل البيت ويشوش على فكرهم من أننا نأخذ ديننا عن طريق الصحابة، مع كل احترامنا للصحابة، مع تقديسنا لبعض الصحابة لمن ثبتت استقامته وعدالته. إحنا بكل صحابي، هاي عقيدتنا، نقولها بكل صراحة بكل وضوح، يقبلها من يقبلها ويردها من يردها، ما لنا شغل، هو عنده فهم وإحنا عندنا فهم. نحن طريقنا إلى الدين هو الذي قال عنه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي هاي البوابة. هاي البوابة، البوابة الثقل الثاني: ألا وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل. هاي البوابة، هذا الطريق، وعلى الناس أن يسلكوا هذا الطريق إذا ما أرادوا أن يمتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهوا عن نواهيه. وهذه المقولة التي يرددها في هذا الزمان هذا البعض هي مقولة فاسدة لا تقبل الجدل. فمسألة علم الإمام أمير المؤمنين هاي الظاهرة، الظاهرة الكبرى في حياة أمير المؤمنين، ولو هو كل ظواهر حياته معاجز حقيقة. أينما تضع يدك على حياة أمير معجزة، معجزة، لا بشجاعة يتقدم عليه أحد، ولا بزهد يتقدم عليه أحد، ولا بتقوى وخوف من الله يتقدم عليه أحد، ولا بحلم ولا بتسامح ولا بإنسانية. ها؟ ما؟ الإمام علي عليه السلام يعني هو المثل الأعلى في كل ما ينبغي أن يتحلى به الناس من صفات. هو وحده ومن قبله ابن عمه رسول الله، هذا ما يبي كلام. الأفضل من علي هو رسول الله، هاي بديهية من البديهيات، ولا يوجد بين الناس من يفاضل بين رسول الله وبين أحد من الناس. أخوتي عاقل يفاضل بين شخصية عادية وشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا إلا كافر. فهذا الشخص فعلا هو من مصاديق هذه المقولة: تخلقوا بأخلاق الله، من مصاديق الواضحة، تخلقوا بأخلاق الله. شنو أخلاق الله؟ العلم والحكمة والعدل والرحمة، مو شكل؟ هاي أخلاق، هذه هي أخلاق الله. فعلى مستوى العلم
لا يوجد من بين المسلمين من يعتقد بأن هناك من بين الصحابة من هو أفضل من علي عليه السلام في معرفة الأحكام الشرعية. علي هو الذي يقول، هو الذي يقول: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. ماكو شيء زين. هسه هذا على نحو الادعاء والكذا، هنشوفه على مستوى الواقع شنو هذا فعلا. علي بن أبي طالب هالشكي يولا على مستوى الواقع فعلا علي بن أبي طالب هكذا متفوق، لا يسبقه سابق لا من الأولين ولا من الآخرين أبدا. وأدل دليل على هذا هو تراث علي عليه السلام. من الصحابة ترك تراثا كتراث علي؟ وأي تراث هذا الذي تركه علي عليه السلام؟ فرث ثروة، ثروة فكرية غالية ثمينة تحتاج إلى عقول خاصة تتعامل معها فتستخرج منها هذه الكنوز. هسه هذا كتاب نهج البلاغة وهم عليه مستدركات، مو بس هو، أكو مستدرك على نهج البلاغة ربما أوسع من نهج البلاغة، لكن هذا نهج البلاغة هو مختاره الشريف الرضي وحسب وبحسب موازينه وذوقه الأدبي. قام ينتقي هاي النصوص من كلام أمير المؤمنين، ويا ماكو واحد يعالج هالقضية مع الدولة الأطفال زين. هذا التراث المهم اللي لحد الآن الكثير من الناس يقفون أمامه حيارى. وأول من تعامل معه هسه على ما أذكر، تشوف هذا ابن أبي الحديد المعتزلي، مو إمامي، هذا مو شيعي، إمامي اثني عشر، ودرس هذه النصوص التي يحويها هذا الكتاب المقدس كتاب نهج البلاغة، فأنتج هذه الموسوعة المهمة التي صارت مرجعا للباحثين وللدارسين في الفكر الإسلامي. هذا نهج البلاغة يجد فيه الجميع ضالتهم. شنو معنى جميع؟ أكو بالدنيا فلاسفة، أكو بالدنيا علماء اجتماع، أكو بالدنيا علماء نفس، علماء قانون، علماء كلام، هذا موجودين. وما من شريحة من هذه الشرائح العلمية الفكرية الثقافية إلا وتجد ضالته في الدراسات الإنسانية. لا نخلط، كتاب نهج البلاغة مو كتاب فيزياء ولا كيمياء، كتاب في العلوم الإنسانية. فكل هؤلاء على اختلاف
توجهاته عندما ينفتح على كتاب نهج البلاغة يجدون فيه ضالتهم. يغنيهم هذا الكتاب. وإن كانت الدراسات لهذا الكتاب لا تزال محدودة، هذا يحتاج إلى مؤسسات تتوفر على دراسة هذا الكتاب. أكو ناس بشكل فردي درسوا بعض جوانب هذا الكتاب، بعض خطبه، مثل الفكيكي في كتاب الراعي والرعية مثلا. أكو دراسات هواي لطيفة ومهمة ودقيقة للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رائعة جدا، وإن كانت يعني مقتضبة وجيزة ولكنها في غاية المتانة. سلام. الشيخ رحمة الله عليه يستفيد جملة من القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية، يكتشفها من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب التي راح البعض، يعني شو يسوي؟ ماكو شارة غير هاي، يفتشون ينقبون في تراث، لا يجدون شيء، ماكو شيء. فلم يبقى أمامهم من طريق سوى التشكيك والطعن بمصادر وأسانيد هذا الكتاب. إحنا هاي مشكلتنا، ترى مو هسا، من زمان. هذا نهج البلاغة شلون؟ شو تقولون عنه؟ قالوا لا، هذا ما إلى أصول، هذا غير موجود، هذا سواه الشريف الرضي، سواه، وإلا ليست له مصادر. لذلك اضطر بعضهم، قسخوا ابن أبي الحديد يؤكد في شرحه للنهج، يؤكد أن هذا الكتاب لا يمكن نسبته لأي أحد إلا لعلي عليه السلام. مو كل واحد عنده حلق يحكي هذا الحكي، لا، هذا خاص بأمير البيان، بأمير البيان، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد كتب عن مصادر وأسانيد هذه الخطب كلها، سواء الخطب الطويلة أو الكلمات القصار، في مجلدات ما أدريش كثر، والله سهل، مبالي أربعة ما أدريش كثر. المرحوم سيد عبد الزهرة الخضري كتب في مصادر وأسانيد خطب نهج البلاغة وحده. وين هاي موجودة؟ بيا كتاب، بيا مصدر، من رواة هذه الخطبة؟ فلان وفلان وفلان. فتراث علي هذا التراث المهم اللي مع شديد الأسف لحد الآن فقهاء الشيعة الإمامية يكادوا لا يتعاطون معه بالشكل الذي يتناسب مع هذا الكتاب، مع هذا الكلام اللي بفلسفة وبعلم كلام
وبتاريخ وبفقه وباجتماع وبأخلاق وبي وبي هواي مسائل. أنت شوف الآن هاي الدراسات الفقهية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام صحيح يستدلون بروايات واردة عن أئمة، إحنا هو هذا مرتكزنا بعد ما عدنا غيره، لكن الاستشهاد بما ورد عن علي قليل قليل كلش كلش قليل. والسبب أنا بتقديري ما أعرف تقديري أن السبب شنو، السبب هذا فقه فردي اللي الآن يتعاطى به فقهاء الشيعة الإمامية، فقه فردي هدفه إخراج المكلف من دائرة الابتلاء، طلعها مو فقه مال المجتمع، مو فقه مال الأمة، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتحدث في نهج البلاغة عن حياة اجتماعية، وهذا هو الفرق. عندما يبدأ الفقهاء عملهم الاجتهادي في وضع فقه اجتماعي، فقه دولة، فقه دولة، فقه مجتمع، ستراهم يعتمدون على كتاب نهج البلاغة اعتمادا كبيرا. فإذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو وأبناؤه لا غيرهم أبدا، ديروا بالكم ترى الدين عزيز خطير، غدا يوم القيامة الله يسألكم عما تدينون به وتعتقدون به، يسألوا ينبغي أن يكون الجواب حاضراً عندكم. نحن الطريق الذي تعبدنا به المشرع هو اتباع الثقل الثاني، ألا وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الطريق زين، ذولاك احترام لآخرين نحترم ونقدس الصالحين منهم، وحتى هؤلاء الذين عرفوا بالاستقامة حتى ذولا لا نأخذ عنهم أحكام الدين، لا، وإنما نأخذها من المعصومين، ذولا مو معصومين، هذا يصح عليه الخطأ كما وتصح عليه الخطيئة، مع وجود المعصوم بعد يتعين على الإنسان أن يأخذ دينه منيا، من المعصوم ومن غير المعصوم. إذن ما نأخذ من أحد الدين، هذا طريقنا. ومما يميز علم علي عليه السلام عن غيره من الناس، أولاً كان هو علم مو بصدره بس، ما كان يبخل بعلمه على الناس، يجود
كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكما يريده الله من العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. خلاص بس يتفقه، بس هو يبني نفسه مثلا، يقول لا أكو عنده وظيفة ثانية، عنده وظيفة ليتفقهوا في الدين بعد شنو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ذول المساكين، حتى ما يبقون عايشين بالغفلة غارقين بالجهل. اطلع يا ابويا احجي. رسول الله صلى الله عليه وآله، هي مشكلتنا سأشير لها، هي مشكلة. لا نلوم الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يتحدث عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول طبيب دوار بطبه، يعالج المرضى، المرضى في عقولهم، المرضى في أفكارهم، المرضى في ثقافتهم ذولا، وهذا مرض خطير. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هاي حقيبته وياه وبيه كل ما يحتاج إليه، طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه، وين؟ من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم. هاي عالج هاي القضايا زين، والله زين زين أحكي وزين أجي أسولف. فكان أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يترك مناسبة لا يوجه فيها النصح والإرشاد للناس، ما يترك مناسبة. جي هذا شلون انجمع هذا الحكي مع الأمير المؤمنين؟ شلون انجمع؟ أكو واحد قرأ ما في نفس علي وكتاب يسمع، وين سمع؟ مو بس بالمسجد، بالمسجد وبالشارع وبالسوق وبرعاية للأيتام، تفقد للناس أصحاب الحوض، ويروح وياهم. هذا كلام أمير المؤمنين. هاي شنو القصة؟ هسه لو واحد من عندكم يجي مكاني حتى يشوف هاي شنو القضية، شو تسوي بي؟ ما لها حال؟ ما شاء الله ما شاء الله. أكو برنامج على قناة الميادين، لا شيء مستحيل. هذا ما يميز الإنسان الرسالي، الإنسان الرباني عن غيره من الناس، هو شعوره بالمسؤولية. ما يسكت، شوف ينتهز الفرصة لتعليم الناس، لإنقاذ الناس، لهداية الناس.
علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عليه السلام يوقف على البزازين ذول اللي يبيعون قماش، ويوقف على البقالين، ويوقف مثلا على الحدادين، ويوقف على الجزارين، قصاصيب يوقف عليهم. حتى في يوم من الأيام رأى قصابا يبيع الطحال، هسه أنا هاي حاجيها بسم الله بلا بأس بذكرها، عفوا أبو هدى الساعدي يقول مكررات هاي الحكاية. فالغرض وقف على هذا الجزار، رآه يبيع الطحال، قال له: ويحك، أولا تعلم بأن الطحال حرام أكله؟ حرام هذا، جاشين القاعدة هاي بيها، افرض حرام أكله، قطعا ما يحرم أكله، يحرم بيعه، وحتى ثمن سحت إذا لم تكن فيه جهة فيها منفعة محللة. هذا الحرام كون بي فرد منفعة محللة عندئذ يصح بيعه، أما إذا ما بي جهة محللة يحرم بيعه وثمنه سحت. هذا الطحال ما بي فرد فائدة، ما بي فائدة، أنت شلون تبيعه؟ أنت إنسان مسلم. فصار هذا القصاب يجادل عليا عليه السلام، يقول له: تجدع شنو القصة؟ ما الفرق بين الطحال والكبد؟ شنو ليش أود؟ ليش هذا حلال وذاك حرام؟ هذا المنهج موجود الآن عندنا يوم موجود، ها؟ موجود وبكثافة وبشدة. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه، قال له: ويحك، الكبد غير الطحال. قال له: وكيف؟ قال له: علي بتورين ماء، جيب لي إناءين مال ماء. جاب له، قال له: اقطع لي قطعة من الكبد وأخرى من الطحال، وضع كل قطعة في إناء. خلي سواها قطعة من الطحال ومن الكبد، قال له: ادعك قطعة الطحال، دعك بالماء، اتفتتت تحت راحته حتى تحول الماء إلى دم خالص، وما بقي تحت راحتيه إلا العروق. هاي أوردة ما شنو، أما الطحال كله راح، تحول إلى دم. قال له: زين، نظف إيديك، تعال ادعك لي قطعة الكبد، هم حطها مثل ذيجة، وقام يفرك بيها بالماء، فما ذهب منها إلا لونها البني، وتحولت إلى قطعة لحم بيضاء. قال له: انظر، هذا دم وذاك لحم، هذا الكبد لحم، أما الطحال فهو دم، والدم حرم أكله بنص القرآن، قل إنما حرم ربي، إن قل إنما حرم عليكم الدم والميتة، الدم سأل مهم الدم، والميتة ولحم الخنزير حرام.
ولذلك بعضهم يقول بأن عليا عليه السلام علمه علم خاص. هسه أحيانا يسأل أسئلة في الرياضيات على ابن أبي طالب، هماتي أنا دارس رياضيات، وإذا بأجوبته هذه الأجوبة الرياضية في منتهى الإتقان. أحيانا يتعرض إلى أسئلة تعجيزية يريدون إفشاله الاعتبار شخصية معروفة بالذكاء بالعلم كذا، بل كثر السؤال يعجز الإمام عليه السلام عن الإجابة عليه فيسقط شخصيته العلمية. فرد واحد في يوم من الأيام قال لي: يا أمير المؤمنين، أين منتصف الأرض؟ شوف الجواب البديهي السريع اللي ما بيتأمل، ها؟ قال له: تحت قدمك. عجيب، تحت قدمك، لأنها شنو؟ أولا أثبت كروية الأرض، هذا الجواب، الأرض كرة، والإنسان في أي مكان في أي موقع من الأرض يمد وترا يقسمها إلى نصف. أين منتصف الأرض؟ قال له: تحت قدمك. كان يسأل أسئلة من هذا القبيل. هذا الإنسان الذي هو باب مدينة علم المصطفى صلى الله عليه وآله، وإذا به يعاني الأمرين في حياته، بمجرد أن غمضت عين النبي صلى الله عليه وآله. أحبائي، الماضون ظلموا عليا، الماضون ظلموا عليا، أساءوا إلى علي، فلا نظلمه نحن. أنا والله يتقطع قلبي مرارة، ألم، والله لو نموت ولا نسمع بعض هذه الأصوات النشاس. لا تظلموا أنتم علي، لا تضعفوا من شخصية علي. علي أكبر من عقول الناس. والله الإنسان الذي يحاول تخريب هذه الشخصية وتضعيف هذه الشخصية، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على مرض في نفس هذا الإنسان، مرض. ليش؟ لأن ترى أكو ناس يكرهون الإنسان الكامل. قل لك: ليش بس هذا؟ ليش مو أنا؟ ليش مو أنا؟ لك أنت ايش عندك حتى تريد تصير بهذا المستوى، تصل إلى هذا الأفق؟ ايش عندك أنت من مؤهلات؟ عرفت ولا؟ بعدين المفروض بالإنسان السوي أن يحب الكمال ويحب الكاملين من الناس، لا ينقلب للضد، حارب. وإذا بهذا الإنسان الذي بهذا المستوى الرفيع عاش الأمرين في حياته، وأنا أقول هو يقول، ها، هو يقول: لقد ملأتم قلبي غيظ وصدري غيظ. كان يتألم حينما يرى الناس سلكت هذه الطرق
التي من شأنها أن تبعدهم عن الله وعن دين الله، هذا انحراف. ولذلك كان يتمنى الموت. متى يأتي أشقاها فيخضب هذه منها؟ شو وقت يجي هذا الذي وعدت به وهو أشقى الأولين والآخرين؟ متى يأتي ليريحني من هذه الدنيا ومن هؤلاء الناس؟ متى يأتي أشقاه فيخضب هذه منها؟ ولهذا نرى هاي من جملة الدوافع مو كلها. ولهذا نراه حينما جاء وعدها هذه القضية، هو كان يتمنى على عهد رسول الله، يتمنى الشهادة في سبيل الله، لأن الشهادة ما بعدها فضيلة ولا كرامة ولا بر. كل بر فوقه بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، فذاك البر الذي ليس فوقه بر. قال للنبي: يا رسول الله، لقد زايلتني الشهادة، طولنا الحكي. قال له رسول الله: لا يا علي، ستأتيك هذه الشهادة. فلذلك حينما ضربه عبد الرحمن بن ملجم قال: فزت ورب الكعبة. شوف هذا الموقف بهاي الصورة، يعني الفرح، الفرح بالنتيجة، الذهاب إلى الله بهذا النقاء، بهذا الطهر، بهذه الاستقامة التي لا نظير لها. مو يجي لا ساوى، لا قبل بأنصاف الحلو، لا هادا ظالم مجرم، أبى أن يضع يده بيدي فاسد، فرحان بلقاء الله وهو على طهره واستقامته. ابن سيد الشهداء مو كان هكذا؟ ها؟ كان هكذا. اللهم أسداك، قال: فزت ورب الكعبة. الحسين ايش قال؟ قال: اللهم، وألم، عذابات جسدية ونفسية ما بينه وبين عيالاته إلا أمتار قليلة، وهو يعرف ايش راح يتعرفون ذولا عيالاته وأي عائلة هي. هذه عائلة بيت العصمة والطهارة، وشنو راح تتعرف؟ لكن مع هذا هو يجود على الأرض بنفسه، وجراحاته تنزف دما، وما بقيت عنده بقية قوة، وقد وضع رأسه على وسادة من الرمل يعاين إلى السماء. ترى نفس الخطاب، نفس المعنى: اللهم إن كان هذا، الله، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. نفسه، نفس أبيه،
هو الأبي المهم أن يحافظوا على خطهم الرسالي وعلى مشروعهم الديني. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. والغريب هسه هذا الحسين الإمام المعصوم صاحب النفس الكبير، وإذا نفس الروحية نفس التوجه عند من؟ عند أخته زينب، يوم خرجت إليه بعدما أنصقت إلى الأرض وأرادت الوصول إليه، فعلا وصلت إليه ورأته بعد انتهاء الأرض، رأته مقطعا بالسيوف إربني، ماذا فعلت؟ وضعت يديها تحت جثمانه الطاهر وقالت اللهم تقبل، الله اللهم تقبل منا هذا يا حسين، جيتك فاجد الراي ومن الرعوب تتراجف عضاي، اناديك ما يشجي لك انداي، انا ظني انقطع وانقطع رجواي، خويا سنت المصواب ينسجل ما والماي، وين ابولي تعداي، خويا شتهيس احجيلي أبونتك هاي، يقلل ظهدني السم بحشاي، أنا أوصيك بعيالي ويتاماي بالنوق من يحدي الحدا، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي. إلهي بحق صاحب هذه الذكرى أمير المؤمنين مولى المتقين قائد الغر المحجلين وصي رسول رب العالمين بحرمة علي عليه السلام، لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض يا كريم. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييت، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا هؤلاء الشباب الذين استشهدوا قتلوا توفوا وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى في هذا الحادث المؤسف المؤلم الذي قضى فيه 2 والثالث نرجو له من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية بمحمد وآله الطاهرين، أن يرحم الموتى ويعافي هذا الجريح بعافيته، وإلى أمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.